السلام عليكم. أحيانا الإنسان يبتليه الله سبحانه وتعالى بمعصية يدمن عليها، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها وهو يكون نادم على فعلها، لدرجة أنه أثناء فعل المعصية يخشى الله سبحانه وتعالى، يجد نفسه يستغفر الله، يعني يقول استغفر الله استغفر الله، أنا ما بدي أعمل المعصية، أنا بدي أبعد عنها، أنا ما بدي أعصي رب العالمين، بكون بعد بعمل المعصية. بس الشيطان بيجي بقول له أنت لا، ما تستغفر رب العالمين، هذا استغفار الكذابين، أنت كيف عم تستغفر رب العالمين نفس الوقت قاعد عم تعمل المعصية؟ فهل الإنسان مفروض أثناء فعل المعصية أنه يستغفر رب العالمين، ولا أنه يتوقف عن استغفار رب العالمين؟ أخي في الله، علينا أن نفرق بين الاستغفار والتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، يعني في فرق بين الاستغفار والتوبة. الاستغفار مأخوذ من المغفر، والمغفر أو المغفر هو الذي يوضع على الرأس بالحروب، الطاسة اللي بتوضع على الرأس تحمي الرأس من الضربات. يعني الاستغفار هو من الستر، الشيء اللي بيستر الرأس اسمه مغفر. فأنت لما تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك، فإنك تسأل الله سبحانه وتعالى أمران، الأول أن يسترك، فأنت ما بدك رب العالمين يفضحك بالمعصية اللي أنت عم تعملها، هذا أولا. ثانيا تطلب من الله سبحانه وتعالى ألا ينتقم منك في الدنيا بسبب المعصية. كل معصية لها نوع من انتقام عند الله سبحانه وتعالى، إما بالأمر الظاهر تتعركس معك حياتك، بصير معك مشاكل، وإما بالأمر الباطن بقلبك بتبطل تخشع بالصلاة، بتبطل تقدر تصوم، بتبطل تقدر تقوم الليل، تنسى آيات من كتاب الله، ففي انتقام بسبب المعصية. فأنت لما تعمل المعصية وتستغفر رب العالمين هتطلب منه لا يفضحك ولا ينتقم منك. أما لو كان مع الاستغفار ندم بالقلب وعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، فهنا يكون توبة. مع العزم على عدم العودة يكون توبة، بدون عزم يكون استغفار. فحتى لو كنت تعصي الله سبحانه وتعالى استغفر الله. طبعا الأولى أنه تبعد عن المعصية أساسا، ولكن إن غلبتك نفسك ولسان حالك يقول يا رب أنا لا أعصيك استخفافا بقوتك، ولا يعني تجرؤا على معصيتك، ولكن هي الدنيا، هي نفس الأمارة بالسوء، هو الضعف الذي في قلبي، أنت هيك عم تعصي رب العالمين وعم تعترف أنه أنت مخطئ. دائما استغفر الله سبحانه وتعالى، فاستغفر رب العالمين دائما، اوعى تترك نفسك للمعاصي. سلام عليكم.